كل طرازات الدراجات النارية عم نتعرف عليها بهالأسبوع الخاص بـ EMB Motorcycles. ومعنا كمان مرة جديدة ضيفنا العزيز إيف خضرة اللي هو أكيد سينيور براندز مانجر بـ EMB Motorcycles. هاي إيف مرة جديدة. اليوم معنا ماكسي سكوترز. لما نحكي ماكسي سكوترز يعني سكوتر الكبيرة الضخمة اللي شكلها مثل الموتور بل أكبر حتى من الدراجة النارية العادية. عم نتعرف اليوم على طرازات كلهم ضمن بياجيو جروب، إن كان أبريليا إن كان بياجيو وجيليرا. بداية حنكون مع الاس ار ماكس الدراجة سكوتر الماكسي سكوتر الحلوة كتير من أبريليا. بس نقول ماكسي سكوتر مثل ما قلت جورج انه بكون سيسي شوي كبير. بس نحكي بالديزاينز، بياجيو دايما بتعطي الاجريسيفيتي لأبريليا، بتعطي الكلاسيك لجيليرا وكل شيء سوري الكلاسيك بتعطيه لبياجيو، وكل شيء ثري ويلرز بتعطيه لجيليرا، يعني بتسميهم كل واحد بتعطيه كاتيجوري. ها بس نحكي عن الاس ار ماكس، هي اكثر سكوتر بالعالم فيك تقول اللوك تبعها سبور، كثير افوردبل، يعني السكوتر حقها 6000 دولار بما ضمنه التسجيل، وبتجي 300 سي سي واكيد مكفوله سنتين انليمتد مايلج. سعر كثير كثير يعني مثل ما بشوف الديزاين كانه عم تسوق، يعني قريب كثير على سوبر بايكس كشكل. صحيح. وفيها اللوك الاجريسيف كثير حلو، نسوقها بالمدينه، فيك تسوقها جبال، فيك تروح فيها وين ما كان لانه فيها باور. يعني 300 سي سي اكيد بالنسبه لماكسي سكوتر تعتبر ممتازه. رح نتابع جولتنا اكيد ايف ونوصل على اكثر شيء البايك اللي عم عم نسأل عنها خاصة عن الثري ويلز. ثري ويلرز حلوة كتير، 500 سي سي عم نحكي. مزبوط. بشكل حلو وسرعة إذا فينا نقول بالعربي هيك. هي مش بس سرعة، التروارو عملولهم لسبب هو الثبات. أنا سقت منها هيدا البايك سنة، كتير كتير بحبها لأنه كتير ثابتة على الكواع. يعني أول إذا عم تسوق موتو عادي عم تفوت الكوع عندك سيرفس عم تدق بالأرض، هون بس عم بتلف الكوع عم بيصير عندك اثنين سيرفس، يعني كبر السيرفس عم تدق بالأرض، فزيت أكيد الثبات على الكواع. البايك مش إنه مثل الأتيفيلا نقول بتكوع الديريكسون، لا بتنام مثل الموتو، بس بدك توقف بالعجقة، لما توقف لما تحط إجاك على الأرض تكبس كبسة بيوقف السسبنشن مزبوط. والكمان مميز فيها هو الفريناج اللي فيها، يعني مثل ما عم نحكي في دولابين. نعم. على كل دولاب عندك ديسك، يعني صار عندك دبل تبع الموتور العادي، على كل ديسك عندك 2 بيستون فريناج، على الديسك الوراني على الدولاب الوراني عندك 3 بيستون، يعني البريكنج تبعها كتير قوي، بتوقف 30% مسافة أقل من حيالة سكوتر تانية. البايك حقها 10500 بما فيه الـ TVA، أكيد مكفولة سنتين unlimited mileage، يعني قد ما تمشي فيها بتضلها تحت الكفالة، وكتير حلوة وكتير مريحة تنساق كل يوم وبتنساق جبال وتنساق حتى بناخدها معنا بالرايدات تبع الموتورسايكلز. باسم فيوكو، فيوكو بيعني الفاير ان ايطاليان. اوكي. وبنوصل كمان على ماكسي سكوتر حلوة كتير ضخمة جدا مع شكل انسيابي ولا احلى، اذا بنطلع فيها من قدام نشوف هالكلام فكرها شيء سياره واصله، يعني حتى سايد فيو لها ولا اجمل. عم نحكي عن الاكس 10. مزبوط. من بياجيو. من بياجيو. الاكس 10 هي فخر بياجيو لانه يعني اذا بتشوف فيها اللاينز المتناسقين، الكالندر الحلو، الاضويه، الاشارات، كثير كلاس البايك. وبيجي فيها بيجي منها بنجيب منها على لبنان موتورين 350 وبيجي منها كمان 500، وحاطين فيها كل الانظمه، يعني فيها تراكشن كنترول، فيها الاي بي اس، ال 500 بيجي السسبنشن فيك تقسيهم وترخيهم على كبسه زر. البايك حسب طريقه القياده اذا بدنا نسرع اذا بدنا نسوق بالمدينه. في عندك 350 بحب يسوق اكثر بالمدينه او طرقات ما عنده كثير طلوع، مع انه بتطلع كثير طلوع، والحابب باور اكثر بده يطلع على 40 حصان بنقي ال 500 سي سي بتجي كمان اكثر. ال 500 سي سي حقها 10500 دولار و 300 سي سي حقها 8900 دولار، اثنيناتهم فيهم تي في اي، وكل موتوياتنا مثل ما بقول لك مكفولين على سنتين انليمتد مايلج. هلا فيهم زبونات يطلعوا يجربون، عاملين ايفنت 4 5 6 اوف ابريل بالتراك الار بي ام. كمان رح يكون موجود، رح يكون في قسم من الماكسي سكوترز رح يكونوا موجودين على التراك ليجربوا من قبل زبوناتنا.
شكرا على كل المعلومات ايف. بالفعل يعني اليوم الحلو بهالاسبوع عم نتعرف على كذا رينج من البايكس، شفنا البايكس الرياضيه، حتى عم نشوف اليوم السكوترز العاديه مع فيسبا الماكسي سكوترز وغيرها كمان من الطرازات راح نشوفهم كلهم عبر اي ام بي موتورسايكلز عين بخاطر المعروفه بالسيارات وكمان بالدراجات الناريه. مشاهدينا نحن عم نوصل لختام حلقه اليوم mtv.com.lb لترجعوا تحضروا الحلقه اذا ما لحقتوا تشوفوها، وارسلونا على بيج الفيسبوك لأوتوفوكس إذا حابين تسألوا عن سيارة أو دراجة نارية. إلى اللقاء.